بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا كان عشر رمضان توقد بأي حين أقني بشر رمضان إني تهي بشر وقفض بضان صنتك سلامركا وحين أقني هاي طبعا كهبين وقد بأي أنا إن رمضان وقسي فضي بدي إذا ما بشي وفضي بضنيد يتبنك هبين سنتك وفضي بضنا يا هبين كي سنتك ورن وفضي بضنا وطبن كان لغن نحفل أيوه أيها جلا هذا بهدي يجي النبي عليه الصلاة والسلام يا دقن كي سمحوها فهدي يجي النبي إنه كد دالة عليه الصلاة والسلام وصلي النبي إنه كد دالة طاعضة يا إلهي ودواشيه إسا سئانو قد دال هبين ذاك لا سنة قرنة يعني طبعا كان وقع علامة صناعية مارك الله أقوه سنة كالي سنة قرنة انتي سكالي ساو قيد بي إمام مسلم حديث كيف صورنا يوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحي لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا كاهبين وغدا بأي بشر رمضان مد داله سيان ود دال سنة كينتي سكر أولا إذا طبعا كان هبين وحقفك مسلم في وبا هيا أود وحلي هي أولا يرغن نما يتمر يحب إن تسود جيسو طبعا كاهبين عبادة دولة ولبا عائشة وحي لدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحكم دها حديث الصحيحين كورينيا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. إمام مسلم الرواية دي سوحي زياد نساء وجد وشد مئزره. عائشة وحي لدي النبي عليه الصلاة والسلام تبكنا بعد هذا يصاب قلا قنت جو ديش اسكي قد يجري لو في سبعة لو ترى قنت جو أتكي سنجري هبين كي سنة ونولين جري غير كي سنة وتو سنجري بيا عائشة لنا وهكلا سي مهمة إن الذهبين كي بادي دون تتخطرتها ليلة القدر وهو نبي وقوش يجي عليه الصلاة والسلام تبقى الضبائن لغا بعض الدوامة وهو هدنا يري التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر بنبي وهدنا في كل وتر وارتبانك الضبائن الرادية وهدنا وحكسي الرادي سامو نبي عليه الصلاة والسلام هبين ندى وتر كاه هبين ندى وتر كاه كسي الرادية حاط قبل وحاط قبل عائشة وحتي وإلهي هدو إلى كل ميم حايا له حديث ابن ماجه يترمذي بورنا يا شيخ البناني صحيح يا شيخي وهنا بقول عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بعد هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلى أهيو مدو حافية بات إيه يعفنه وعفق رجعل يا رب ويعفنه إذا هبين كان سيأكون راض عيسو بريدة إلهي بضي بريدة إلهي بضي وهبين كن نبي قليل فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم حديث يا أحمد يا النسائي بورين أيام شغل البهنة صحيح قلت المامي وهبين كن بلوتك خير بدن سيد القرآن كما شعيد ومن حرم خيرها فقد حرم النبي هبين كاه نكا خير كذا وايا هبين كاه خير كيس نكا وايا كاسي خير بوا وخير بالا خير بالا يا شا سيانة غبير هبين كان رابعين
sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisa laynayidhi kow war wa habeenku qur-aanku soo degay baa layidhi innaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii leylati lqadri leylatu lqadri khayru min alfi shahr wa habeenkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wuxuu ugu sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood oo saddex iyo siddeetan sano wax ka badan bilaa dheer saddex iyo siddeetan sano siduu la mid yahay yacani waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa saddex iyo siddeetan sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysay u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasu u dhigmaya yacni camalka khayrka aad shaqaysataa camal la shaqaynaya dhowr iyo siddeetan sannadood buu maxay ayuu la fadliya u dhigmaya ilaahay wuxuu tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuu barako raadinayso soomaalidu barakay doontaa soomaa xabaala waa laga soo barakaystaa meesha waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barako rabto innaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriille uu soo dego xataa jibriil malaa'igtoo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culammada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waa xanfilayaa caalimkii luqawiga ahaa khaliil ibnu ibraahim alfaraahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfaraahidiy siduu sheegayo dayqi cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igtaa dhulku cidhiidhi ku noqdaa idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega waa hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgeliyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabadgalaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kullu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socda oo dhan lasoo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeen uu nebi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam uu nebigu yidhi man saama ramadaana iimaana waxtisaaba wufira lahu maa taqadama min dambih waman qaama leylata alqadri iimaana waxtisaaba wufira lahu maa taqadama min dambih xadiidku saddex shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaanan waxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo taacada alle uma ikhlaas samaynaya waxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaanan waxtisaabana dembigiisa la dhaafaa habeenka kanna si gaara ninkaa tukaada habeenka leylat alqadriga ninkaa tukaada dembigiisii baa la dhaafaa baa layidhi wufira lahu maa taqadama min dambi idan ayuha alaxiba waa habeenkaas qadarkiisu uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi in xoog u raadceeyo cibaadaadka ugu badan ee tobankan la sameeyey culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhristiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadaburkiisaba la badiyo ayaa ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi salaatu wasalaam jibriil baa intuu u yimaaduu bisha tan qur-aanka la akhriyi jiray oo la daraasayn jiray sanadkii u dambeeyeyna laba goor baa buu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyay yaan idinku badinin hadalka waa intii culammadu idiin sheegaysay unbaan ina ku celiyay anigoo raba uun maadaama ay maanta 22 ahayd oo habeenba tegey laga yaabo inay 8 uun hadhay ama 9 hadday u badato inaan idin dhiiri geliyo si aa aakhiradiina iyo xoogsigiina iyo camalkiina wanaagsan u dardargelisaan oo uga dheeraataanna
وحي ذنوبة هي وحي مباحاتة ذن بيسقى ما بهذا الهينة وحيا بهم مباح إسكاها الشكدي وركي بدنائي هرددي بدنائي وحا انت تصوي رئيسه بل سيدي دن هبين هرأي ما سقال كان هبين هرأي رقا رقا انت نسكر لك رقا رقا بل رقي هران كده بطاقه سلف الأمة يسعي ونغم جرين والتصبيح تحميد تهليل لا حول ولا قوة إلا بالله صلى النبي عليه الصلاة والسلام قرآن أخرس يوحي لم إذا الصلاة أن سدينا إن أنبضنه وركيق قلبته أنت اسمك لي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.